ادينا عايز تحكي لي ايه عن المكان الجميل اللي احنا فيه ده؟ احنا في مكان اسمه متحف الفن الاسلامي في القاهره. المتحف دوت يعتبر اكبر متحف واهم متحف للفن الاسلامي في العالم. 100,000 قطعه. 100,000 قطعه، ودي اكبر عدد قطع للفن الاسلامي الموجود في اي حته واي متحف في العالم. متحف الفن الاسلامي بيعرض معروضات من الفنانين مسلمين او غير مسلمين وعرب وغير عرب، مع عنوانه جه معبر جدا جدا عن المجموعه المعروضه جواه. انت عارفه كلامك فكرني بيه بالحدوته اللي انا هحكيها لك حالا دلوقتي عن الباب ده. الباب ده بقى يا ستي حكايته حكايه. ده اصلا من عصر محمد علي، خشب فيه اكبر نسبه فضه حصلت في تاريخ الاخشاب او البيبان المطعمه بالفضه. جميل. بصي كده معايا على القفل بتاع الباب، ممضي بالفنان اللي عمل هذا الباب. الفنان ده اسمه يهوذا أصلان. الراجل ده ما لقاش اي يعني قلق ان هو بعد ما يخلص العمل الفني العظيم ده يمضي اسمه اللي هو لا اسم مسلم ولا اسم عربي، وده اكبر دليل على اللي انت كنت بتقوليه ان الحضاره الاسلاميه استوعبت جميع الاطياف بتاعت الناس. لحد ما تقابل المره الجايه واكتشف مصر من بيتك.